مرحبا يا أصدقائي، أهلا وسهلا فيكم بحصتنا لليوم من برنامج مدرستي. أنا شمس بعلمكم مادة الرياضيات أو علم الحساب، واليوم بحصتنا رح يكون عنا أشياء كتير حلوة مهمة. بدي أذكركم تجيبوا دفتركم والقلم وتنتبهوا لكل شي رح نقوله سوا ورح نكتبه حتى أنتوا تكتبوه عندكم كمان وتتذكروه دايما. بالبداية خلينا نسمع لأغنية الأرقام ونغنيها بصوت عالي ونتذكرها، ومن بعدها بنبدأ بدرسنا. أحد عشر، اثنا عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر، عشرون. مزرعة جدي أشجار كثيرة، رأيت فيها ثمار صغيرة وكبيرة، ورحت أعدها، هيا هيا نعدها. أحد عشر تفاح، اثنا عشر أناناس، ثلاثة عشر برتقال، أربعة عشر دراق، خمسة عشر مشمش، ستة عشر رمان، سبعة عشر كرز، ثمانية عشر إيجاز، تسعة عشر وعشرون. رأيت شجر الليمون. إلفن، توالف، ثيرتين، فورتين، فيفتين، سيكستين، سيفنتين، ايتين، 19 and 20. In my grandfather's farm I saw a lot of trees that have many fruits. Let us count them please. Come, let's count them all the fruits big and small. 11 apples, 12 pineapples, 13 oranges, 14 peaches, 15 apricots, 16 pomegranates, 17 cherries, 18 pears, 19 and 20. The fruits were plenty. هلأ خلينا سوا نبدأ بأول فقرة معنا لليوم. اليوم رح نتذكر أنا وياكم المجموعات أو الأصناف يلي نحنا منحطهم مع بعض، منسميهم كاتيجوريز، ورح نتعلم شي جديد. خليكن كتير منيح مركزين. أول شي تعلمنا عن المجموعات هن الأشياء يلي بينتموا لنفس العيلة أو يلي بيشبهوا بعضهم. مثلاً كل الفتيات اللي بالصف الأول ممكن يكونوا مجموعة واحدة. إذا إجت أمهم الأمهات ما فينا نحطهم مع مجموعة الفتيات بالصف الأول، فينا نحط الأمهات في مجموعة لوحدهم والفتيات في مجموعة لوحدهم. فينا نحط مثلا المعلمين والمدرسين في مجموعة مع بعض. فينا نحط الأطباء مثلا في مجموعة مع بعض، وهيك كل مجموعة بيكونوا مع بعضهم. مثلا رح نرجع نتذكر أنا وياكم بعض المجموعات لحتى نبدأ بالفكرة الجديدة اللي رح نتعلمها اليوم. مثلا رح حط مجموعة الألعاب الرياضية اللي حكينا عنهم سابقا، كرة المضرب مثلا، تنس، الجولف، سباحة سويمينج، كرة القدم، وكرة السلة. هيدول كلهم مع بعض بيعملوا لنا مجموعة واحدة. رح فرجيكم مجموعة أخرى. الطابعة برينتر يلي بنوصلها على الحاسوب لحتى نقدر نطبع الأوراق. لوحة المفاتيح كمان يلي بتبقى موصولة على الحاسوب. الشاشة والفأرة كلهم بينتموا مع بعض لعائلة
الحاسوب، كلهم هن من فئة أغراض والأشياء اللي منعوزها للحاسوب أو الكمبيوتر. رح نحطهم بمجموعة واحدة. كمان مجموعة هن الحيوانات المائية، رح حطهم هون. الحيوانات المائية مثلاً السلحفات البحرية يلي بتعيش بالماء، مثلاً الأخطبوط، سمك، حصان البحر ونجمة البحر، كمان هن بشكله مجموعة واحدة مع بعضهم. وآخر مجموعة رح فرجيكم إياها لهلأ هي أغراض المنزل. عنا الغاز، الطاولة، السرير، الكنبة، الثلاجة والمرحاض، كلهم بشكله مجموعة واحدة. لكن عنا مجموعة الحيوانات المائية كلهم سوا عندهم شيء مشترك بعيشوا بالبحر. بعدين عنا مجموعة الأدوات المنزلية أو أغراض المنزل، كل الأغراض اللي عم نشوفها هون بنستخدمها في المنزل. عنا مجموعة الأشياء الألعاب الرياضية، كمان كلهم هن رياضة فينا نمارسها. وعنا مجموعة الأغراض المتعلقة بالحاسوب، بجهاز الكمبيوتر يلي نحنا بنستخدمه. شو رأيكم مثلا إذا أنا جيت فجأة وضفت على عائلة الكمبيوتر أرنب؟ هل الأرنب ينتمي لهذه المجموعة؟ كلا، كلهم بينتموا لمجموعة الكمبيوتر الحاسوب إلا الأرنب. الأرنب بهالحالة منسميه الدخيل، هو ما خصه بهالمجموعة، إجا هيك دخيل فجأة. فإذا هو هيدا الأرنب لازم نشيله، لازم نشيل الدخيل يلي هو ما خصه بالمجموعة. أو مثلا على الألعاب الرياضية، شو رأيكم أنا زيد يا ماما؟ شو قولكم؟ هل هي دخيلة أو لا؟ أكيد، لأنه هي ما خاصة بالألعاب الرياضية، هي بتكون الغرض أو الشيء الدخيل على هالمجموعة، هي منسميها الدخيل، شيء يلي ما بينتمي لهالمجموعة دخلناه منسميه الدخيل، وهو مش مكانه هون، لازم نتخلص منه، لازم ما نخليه للدخيل، لازم نتخلص منه. كرمال هيك الدخيل هو يلي رح نشخطه بهذا الشكل، ما بدنا اياه. تصوروا مثلا على اغراض المنزل بزيد تمساح، شو رايكم؟ هل التمساح ينتمي لهذه المجموعه اصلا؟ كلا، بس التمساح شو منسميه؟ الدخيل. باللغه الانجليزيه منسميه ذا انترودر. كلمه شوي صغيره صعب، جربوا قولوها معي، ذا انترودر. انترودر يعني الدخيل، يلي هو اساسا مش مكانه المناسب هون، واجا صار هون، بدنا نتخلص منه للدخيل لانه ما بينتمي لهذه المجموعه. واخر مجموعه شو رايكم نزيد عليها؟ على الحيوانات اللي بتعيش بالبحر، شو رأيكم زيد فتى صبي عم يركض؟ هل هيدا الصبي اللي عم يركض ينتمي لمجموعة الحيوانات المائية؟ كمان لا، إذا هو الدخيل وبدنا نتخلص منهم، بدنا قد ما فينا نجرب إنه نتخلص منهم، ما بدنا إياهم أبدا يكونوا بهيدي المجموعة. هو فينا نحطه بمجموعة الأطفال، الأولاد مثلا، التمساح فينا نحطه بمجموعة الحيوانات، الأرنب فينا نحطه بمجموعة الحيوانات بتعيش بالمزرعة، اليمامة فينا نحطها بمجموعة الطيور يلي بيطيروا، بس هن هلأ بالمكان الغلط، منسميهم دخيل، باللغة الإنجليزية منسميه the intruder، الدخيل. ذا يعني الانترودر، دخيل الدخيل.
يعني بدنا نتخلص منهم. خليكن متابعين معنا لأنه بالتمارين اللي جاية رح نشوف ما هو الدخيل وكيف فينا نتخلص منه. وهلأ رح نتابع التمارين مثل ما وعدتكن. ما هو الدخيل؟ الدخيل هو الشيء أو الغرض يلي لا ينتمي لهذه المجموعة ونحن بنشوفه مع هيدي المجموعة، لازم نشيله من المجموعة ونطرده، ما لازم يكون موجود. كمان مرة رح أعطيكم أمثلة على اللوح، بس هالمرة أنتو رح تحذروا ما هو الدخيل. كانت ليلى وسلوى وليال وسهام عم يلعبوا مع بعضهم، وكان رامي عم يلعب معهم. ما هو الدخيل؟ سلوى، سهى، سهام، مروى، انتبهوا على الأسامي، ورامي. من هو الدخيل؟ سهى، لميا، رانيا، رنا، ورامي. من هو الدخيل؟ الفتى، صح، لأنه كلهم كانوا فتيات أسامي بنات، وهو الفتى الوحيد يلي موجود ولازم نشيله لأنه لا ينتمي لهذه المجموعة. هو الدخيل، رح نعمل دائرة دائما حول الدخيل. كمان مثال، فراولة برتقال عنب تفاح وخس. ما هو الدخيل؟ فراولة، برتقال، عنب، تفاح، وخس. فكروا منيح، ما هو الدخيل؟ Which one is the intruder؟ ما هو الدخيل؟ The intruder. فراولة، فاكهة، برتقال، فاكهة، عنب، فاكهة، تفاح، فاكهة، خس، خضار. إذن ما هو الدخيل؟ الخس. نحط دائرة حول الخس وبدنا نتخلص من الدخيل لأنه هو لا ينتمي إلى نفس هذه المجموعة. مثال أخير رح أعطيكم إياه، في عنا زهرة، شجرة، زهرة، زهرة.
هو الدخيل يا ترى؟ زهرة، شجرة، زهرة، زهرة، كل زهرة من نوع مختلف. هذه وردة، هيدي زهرة مثلا مختلفة عن هاي، لكن ما هو الدخيل؟ عندنا كثير زهور وشجرة واحدة، الشجرة هي الدخيلة هون، ذا انترودر، ولازم نتخلص منها. إذا الدخيل ذا انترودر هو الشيء يلي ما بدنا اياه لأنه لا ينتمي إلى المجموعة أو إلى الفئة أو إلى الصنف. يعني الشجرة منا من صنف الأزهار. الفتى الصبي منه من جنس الفتيات، والخس منا من نوع أو صنف الفاكهة، هي من صنف الخضار. إذا لما بدنا نحط الأشياء بأصناف وفئات ومجموعات كاتيجوريز، ممكن يكون عنا انترودر، دخيل لازم نتخلص منه. حتى تتذكروا هالدرس رح نقول أنا وياكم أغنية صغيرة جدا، يمكن تكونوا تعرفوا شي بيشبهها من قبل، بس جربوا احفظوها وقولوها كتير منيح معي. بتقول هيك: ما هو الدخيل؟ ما هو الدخيل في المجموعة؟ هيا نخرجه، هيا نخرجه من المجموعة. تقولوها كمان مرة معي: ما هو الدخيل؟ ما هو الدخيل في المجموعة؟ هيا نخرجه، هيا نخرجه من المجموعة. وهلأ منسمعها مع الموسيقى، من بعدها منتابع حصتنا. ما هو الدخيل؟ ما هو الدخيل؟ ما هو الدخيل في المجموعة؟ هيا نخرجه، هيا نخرجه، هيا نخرجه من المجموعة. ما هو الدخيل؟ ما هو الدخيل؟ ما هو الدخيل في المجموعة؟ هيا نخرجه، هيا نخرجه، هيا نخرجه من المجموعة. ما هو الدخيل يا ترى؟ هذا هو الدخيل، مظبوط. ما هو الدخيل هنا؟ مظبوط. ما هو الدخيل يا ترى؟ هذا هو الدخيل، مظبوط. هلأ خلينا نكون مع آخر فقرة بحصتنا لليوم. بهيدي الفقرة رح علمكن ترسموا تفاحة، بس رح نلون هيدا التفاحة بطريقة خلاقة وجديدة. رح أرسم أول شي بشكل بسيط التفاحة باللون الأحمر، كأني عم برسم دائرة، بس بعمل تعرج بسيط وبرجع كأنه عم برسم دائرة، برجع بنزل. وبعمل التفاح بهيدا الشكل. مثل ما شايفين رسمت تفاحة بشكل بسيط جدا على الورقة، وهلأ بدي لونها، بس رح أخلط ألوان، رح أستخدم الأحمر والبرتقالي حد بعضهم، وبعدين رح أستخدم الأزرق. يمكن تتفاجأوا وتقولوا ليش عم نستعمل البرتقالي بالتفاحة مع أنه هي لونها أحمر؟ رح قلكن لأنه اللون البرتقالي هو مركب من لونين، الأحمر والأصفر مخلوطين مع بعض. إذن لما نخلط أصفر وأحمر بيعطونا برتقالي، ولما يجي الضوء على التفاحة الحمراء بيعطي الضوء لونه، تقريباً هو بيكون لونه أبيض بس نحنا منشوفه أصفر، بيعطي لون أفتح وبيشبه اللون بيكون البرتقالي.
مشان هيك رح ابدا بالتلوين كمان بشكل خلاق، يعني مش رح لون مثل ما نحن دائما معودين انه نلون. بتعرفوا بالفنون فينا نعمل اشياء كتير خلاقه حلوه وجديده، فينا نلون بالطريقه اللي نحن بنحبها. وبعدين فينا بعد الخطوط عن بعضها مثل ما انا هلا عم بعمل، فيي اعمل خطوط باتجاه اخر. بعدين رح استعمل اللون البرتقالي، رح ابدا من الوسط تقريبا ورح كمل تلوين مثل ما ابتديت بالاحمر لكن باللون البرتقالي. بصير عنا اللون الاحمر ممزوج باللون البرتقالي، ومن بعدها مثل ما قلت لكم رح ضيف اللون الازرق لاعمل مثل كانه الخيال، الجهة يلي فيها الخيال الظل يعني. بهيدا الشكل. وهيك بنكون لوننا التفاحة بشكل خلاق بطريقة جديدة بتبين انه الجهة يلي تركنا فيها اللون الفاتح كأنه جاي الضوء، ومن الجهة الأخرى بيكون جاي الظل. جربوا عندكم وانتوا عم ترسموا هالتفاحة، تذكروا انه التفاح كتير مفيد لصحتنا، يعني لما ناكل تفاح، إذا ناكل كل يوم تفاحة، التفاح بيساعد جسمنا يتخلص من الدهون الزايدة يلي ممكن تأذينا لصحتنا، وكمان التفاح بيساعد جسمنا انه يحافظ على رشاقته، وانه حتى التنفس، جهاز التنفس تبعنا ممكن انه نحافظ عليه لما ناكل تفاح، لانه التفاح فيه مواد بتخلي جسمنا يتخلص من السموم او من الاشياء يلي ما بتفيده. التفاح كتير مفيد لإلنا، تذكروا انه تاكلوا دايما تفاح، وما تنسوا ترسموا التفاحة كمان، واذا بدكن مثل ما بيعملوا الرسامين الفنانين بس يخلصوا يكتبوا اسمهم هون، بيعملوا امضى امضى، انا رح اكتب اسمي شمس وانتو فيكن تكتبوا اسمكن بهذا الشكل، وبصير عندكن تفاحة لونتوها بطريقة خلاقة وبطريقة جديدة. اذا تذكروا هالمعلومات طبقوها عندكن، وانطروني لارجع التقي فيكم بحصه جديده. وهلا رح اترككم مع الاغنيه، من بعدها بتكون خلصت حصتنا لليوم، بقلكن باي. هيدا الاخطبوط عنده 8 ايدين، عنده 3 قلوب وما عنده دينين، 1 2 3 4 5 6 7 8. الأخطبوط عنده 8 إيدين، عنده 3 قلوب وما عنده دينين، 1 2 3 4 5 6 7 8.